سيف الدين الجزيري. سيف الدين الجزيري مش جاي الزمالك حتى يوم السبت، ومعنى انه ما يجيش الزمالك لغايه يوم السبت معناه انه سيف الدين الجزيري بره الزمالك، وبعد الساعه 12 يوم السبت على مسؤوليتي سيكون لاعب حر. لان سيف الدين الجزيري ليه 9 شهور ما قبضش، والاتحاد الدولي بيقول لك بعد الشهر الثاني وكسر عليك الثالث من حقك ان تشتكي وتخلع. طيب اللي حصل ايه يا عم فولي؟ الزمالك اتلقى انذار من 21 يوم، ومن 13 يوم لان كان الكلام ده يوم الاثنين 11 يوم، الثلاث بقي 12، النهارده 13، يعني الخميس 14 يوم. رفع شكوى سيف الدين الجزيري رسمية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم، وأبلغه بعدم الحصول على مستحقاته 9 أشهر. مماطلة، قاعد مع 50 واحد وكل واحد يقول له الملف مش معايا، بعد مفاوضات شهر إلى أن مشى وما بيردش على حد، راحت له التأشيرة أوكية بس على مسؤوليتي، سيف مش هيجي قبل يوم 31 إلا لو تحول له 550,000 دولار مستحقات ال9 شهور كاملة، ورافض حتى ياخد منهم جزء. فعلى الزمالك خلال ال 48 ساعة اللي جاية يحل المشكلة ويبعت الفلوس كاملة. هذا ما وصلني من أصدقاء سيف شخصيا، وما بيردش على حد خالص في الزمالك، وعلى عندكم وكيلي حازم فتوح، وقال ما تخلوش سمير عبد التواب يبعت لي رسائل تاني ليا وكيل واحد اسمه حازم فتوح. رسميا سيف الدين الجزيري مش هيجي. هل لديك تعليق يا استاذ شرقاوي؟ لا، انت قلت الا اذا اتدفعت الفلوس كامله. او وصلوا الحل عشان ما اقفلهاش. يعني ما الا اذا دي بقى احنا هنمسك فيها. خد 500 وعد. هنمسك فيها. بقول لك خد 500 وعد. يعني انا وقعد 200 اجتماع. هو انا شخصيا ما كنتش مقتنع بسيف الجزيري من ساعه ما جه نادي الزمالك. ما هو جاب لك وشايف ان هو فين بتوع الاهلي. معلش اللي انت ما حققتش غير الماتش ده في حياتك. لا في غيره السنه دي. السنه دي ماشي انت اعتبرته بطوله واحنا موافقين انه بطوله. قبل كده لا، خليك انت هات سيف بس في النهايه عليهم. في النهايه احنا رضينا والاهلي قاعد يخزن في البطولات. في النهايه احنا رضينا بسيف الجزيري، وسيف الجزيري ما رضاش بينا. طب يعمل ايه؟ يشتغل ببلاش؟ هيشحت. ما يستحمل شويه. يستحمل ليه؟ يستحمل شويه. يا سلام. ما هو الزمالك هو اللي هو اصلا كان بيلعب فين؟ مش هو الكلام يا فندم في الموضوع ده. رايك يا باشا فلوس وياخدها. والنهارده انت بتفاوض لعيبه عايز تدفع 500 لبن شرقي و600 لابن مش عارفه مين، وبنتايك هياخد كام؟ ما تدي اللي عندك، حافظ على لعيبتك. الزمالك في دي الله. ولو فاض معاك فلوس يبقى هات بعد كده، لكن انت عندك لعيبتك. ما يعني انت بدور على 2-3 وعندك 8 في حوالي 100 مليون. احسن 9 في مصر. احسن 9 في مصر خلعوا وساب الزمالك. حوالي 100 مليون جنيه. دور لك بقى على 9 تاني. 100 مليون جنيه مستحقات متاخره للاعيبه الفريق. يا باشا خليك في سيب بقى. رايك في ايه يا فندم؟ الوقت خلص. انا رايي ان انا بحمل مع ابو واحد السيد مدير الكره المسؤوليه. هو المسؤول. ابو واحد السيد مدير الكره المسؤوليه، لان دي مشاكل خاصه بمدير الكره. مشاكل أبو واحد اداريه. لا مشاكل اداريه. مشاكل اداريه. الراجل ده مدير عبد الواحد. لا اسمعني. ابو واحد ماله؟ لا ما هو مدير الكوره. هو مدير الكوره شغلته ايه؟ ابو واحد معاه دفتر. يا باشا مدير، يا باشا مدير الكوره هو اللي المفروض ان هو الوصل يا باشا. الايصال ما بينه ما بينه مجلس اداره. مجلس اداره عارف ايه؟ هو المجلس هو اللي هيحل. مدير الكوره اللي بيحل. يا باشا قدام ايه؟ المجلس هو المسؤول عن دفتر. يا باشا ما هو مدير الكوره الايصال ما بينه لعيبه كده. واللعيب هيروح لل المجلس اللي هيروح لمدير الكوره يحلوا مشكله. مين اتاخر في التاشيره؟ تاشيره ايه؟ مالهاش علاقه. التاشيره ما جاش لحد دلوقتي. الراجل مالهاش علاقه بالتاشيره. يا راجل بقول لك ليه علاقه بالساعات متاخره؟ ماشي احنا بنحب بعض بس بنتناقش في هدوء. يا بكا يلا اخذوا الزمالك في اخر دقيقتين. يا فندم التاشيره مالهاش علاقه. مالهاش علاقه. التاشيره واصله من 3 ايام والراجل قال لك بيقول له اشربوا ميه. بيتكلم في فلوس. 550,000. ومين اللي بيسال على مجلس الاداره؟ دوميز ياسر. مجلس الاداره. يا بكا ابدا بدول بس. دوميز ياسر. بقى لي دقيقه ناخد اخبار الزمالك سريعا. اخر ما وصلنا من نادي الزمالك، دوميز وصل القاهره صباح الاربعاء وقاد المعسكر في اول تدريباته. الزمالك يرسل للاتحاد الدولي مخلصات التسويه لمساعد فيريرا. اخيرا الزمالك يرسل للاتحاد الدولي المخلصات والتسويه الماليه الخاصه باللاعب الغاني اتشيم بونج. الزمالك ارسل نسخه من تسويات التصالح الى الاتحاد المصري لكره القدم. الدكتور محمد اسامه
يؤكد جاهزية محمد صبحي حارس المرمى للمشاركة مع الفريق في المباريات بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة. ربنا يبعد عنه كل مكروه. الزمالك يقيد عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر ومحمد عبد الشافي وحسام اشرف في القائمة الافريقية للموسم الجديد. والكابتن حسين لبيب يتعرض لوعكة صحية، مليون الف سلامة يا كابتن حسين. واخيرا اشكر ضيوف الاعزاء، يعني نورونا وشرف. انا عايزكم تحبوا بعض، بنحب بعض قبل ما امشي. يا باشا الحب حاجه ولا راي حاجه. الله يخليك يا فندم، نورتنا يا استاذ مصطفى. الخلاف راي لا يفسد الود قضيه. لا بيفسد. لا لا ما يفسد والله. لا بيفسد. نورتنا يا استاذ. ربنا يخليك.